بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مسجد فاضل بمدينة 6 أكتوبر، وهي من أعمال محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية. هذا اللقاء هو لقاء بين الأحبة، فنحن نحبكم في الله لسعيكم لطلب العلم بالأزهر الشريف. وهذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر كثرت فيه الفتن واختلطت فيه الأمور واشتد فيه الحال على المؤمنين، وسيدنا صلى الله عليه وسلم وهو بابنا إلى الله لا نعرفه سواه، وكلما حزب بنا الأمر التجأنا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبين لنا ماذا نفعل وكيف نعيش. ما ترك شيئا يقربنا إلى الله، يقربنا إلى الجنة، يبعدنا عن النار، إلا وقد أحدث لنا منه أمرا. وما ترك شيئا يبعدنا عن الله، يبعدنا عن الجنة، يقربنا إلى النار، إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عن شيء فانتهوا، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وذلك مصداقا لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبشرنا بأن في ذلك العصر الذي يكون القابض على دينه فيه كالقابض على الجمر، لكنه لا يترك تلك الجمرة لأنها تضيق عليه، ويصبر لله سبحانه وتعالى. قال: أجر العامل فيهم كأجر 50 منكم. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون عونا على الخير وهم لا يجدون. وهو يحذرنا، يقول: عندما سأله الصحابي الكريم: أو أشد من ذلك يكون؟ قال: نعم. أرأيت لو أن الناس قد أمرت بالمنكر ونهت عن المعروف؟ وقد كان، حتى صار المعروف وسط الناس وكأنه غريب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. في ظل هذا يجب عليك أن تجعل القرآن والسنة ديدنك ومصدرك، وكلما حزبنا أمر ونزلت بنا نازلة التجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرى بعض الناس أن له حولا وقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أطع رسول الله ولا تطع أهواء الناس.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ما جاءنا وسمعنا بالدجال ألا يذهب إليه أحد. بعض الناس في هذا العصر يرى في نفسه من قبيل الكبر والنزق أنه يقدر أن يقنع الدجال، لكن رسول الله أمرنا ألا نذهب إليه. قد يشعر هذا الإنسان بأن هذا ضعف، خوار، مهانة، أطع رسول الله وإياك إياك أن تعصى، فإن الرجل يظن أنه جدل وأنه يقنع الدجال فلما يذهب إليه يؤمن به ويضل ويكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف الفتن يقول فكن حلسا من أحلاس بيتك، يعني إلزم بيتك، ويقول إذا رأيت هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه وشحا مطاع فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي رواية يشتد الأمر فيقول فعليك بخويصة نفسك، مرة بخاصة نفسك ومرة بخويصة نفسك. إذن فبابنا إلى الله هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، حتى نتقي الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته فإنه لا يضام، وهو مستند على سند عظيم، لأن الله اختاره واصطفاه وجعله أسوة حسنة وجعله رحمة للعالمين، فهو سند لمن أراد أن يستند، ولن تجد سندا مثله ولن تجد سندا سواه. يسأل بعضهم كيف نتعامل مع المذهب الوهابي الذي بدأ ينتشر في بلادنا في إندونيسيا، نظرا أن منهجهم في الدعوة أكثر قبولا لدى الشباب المتحمسين. منهج هؤلاء الذين سماهم الناس بالوهابية هو منهج النابتة الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، وقال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ونص غير واحد من العلماء الكبار كابن عابدين في حاشيته الحنفية وكالإمام الصاوي المالكي في تفسيره في الصافات وأكثر من 200 عالم من علماء المسلمين المتقدمين في القرن 19 أن هؤلاء من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. بعض الناس يقولون أن هؤلاء حتى خالفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن هذا من قبيل تسمية الأمر بما شاع، لكن نحن نسميهم بالنابتة لأنهم بدون الدخول في جدل وهابية وما وهابية هم يخالفون رسول الله، هؤلاء النابتة يخالفون رسول الله ويأتون بالعجائب
والغرائب، كأن الدنيا لم يكن فيها عالم حتى ظهر الإمام الجليل الحسيب النسيب الإمام أحمد بن حنبل، وكأنه ليس هناك عالم في الأرض سواه. والحقيقة أن الأرض كانت قد ملئت علماً، أكثر من 85 مجتهداً كبيراً كأبي حنيفة وهم يفسقونه بل ويكفرونه، وكالإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول، وكإمام الأئمة مالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي والطبري والطبراني، أئمة عظام. لكن كأن العالم قد خلا إلا من إمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن العلماء قد انتهوا لا وجود لهم حتى ظهر الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية له فقه جليل، لكن له أخطاء ككل شأن البشر، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام. المعصوم هو من عصمه الله، لا هذا يؤخذ به قولا واحدا ولا قول سواه ويختفون. المصيبة في هؤلاء النابتة أنهم يخفون ما لا يريدون ويتنطنون وينشرون ما هو على هواهم، وهذا أمر لا يعرفه أهل الحق. يأتون يقول إمام الأئمة ابن خزيمة، ماذا تقول فيه؟ هذا إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، هل ها له كتاب التوحيد؟ أيوة، ولكن الرجل رجع عنه، ورجع عنه وقال العلماء فيه هذا ليس بكتاب التوحيد، هذا كتاب الشرك. هذا كلام الإمام الرازي. يخفون هذا. الإمام البيهقي ألف كتاب الأسماء والصفات، وذكر فيه قصة رجوع الإمام ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه عما قد لم يحسنه، وذكر فيه أنه ذهب إلى بيت أبي عبد الرحمن، ابن خزيمة ذهب إلى بيت أبي عبد الرحمن وهو معتزلي. أبو عبد الرحمن ده كان من فئة المعتزل، اقتنع بكلامه، فدخل ابن خزيمة وخرج مشتت الفكر منقسم النفس أو متقسم النفس، يعني مشتت الفكر، يعني نفسك بحيران. وذهب حتى إذا ما جاء محلة كذا قال لرجل ماذا تعمل؟ قال أعمل عطارا صيدلان، يبيع العطارة، يعرف في الحبوب كويس أوي. قال أتعرف أن تكون إسكافيا؟ إسكافي يعني بتاع الأحذية. قال لا. في رواية طويلة يقر ابن خزيمة أنه
محدث وفقيه، ابن خزيمة تلميذ المزني وهو تلميذ الإمام الشافعي، فابن خزيمة حفيد في العلم الإمام الشافعي، حاجة كبيرة جدا يعني، هذا تلميذ تلميذه. فهذا استدل من كلام الصيدلاني بأنه أنا لا أعرف إلا الفقه ولا أعرف إلا الحديث، لكن ما لي أنا وعلم الكلام؟ فإذا كان ده لا يتقن سوى الصيدلاني، فأنا كذلك لا أتقن إلا فني هذا. يخفون هذا الكلام، ويأتي لك بكتاب التوحيد الذي قال عنه الإمام الرازي إمام الأئمة كتاب الشرك، ويدلس على الأمة وهكذا ليل نهار، يتهمون ابن تيمية أنه كان ضد التصوف، وابن تيمية يقول عبد القادر يعني الجيلاني قدس سره، قدس الله روحه، ولما دفن دفن في مدافن الصوفية في دمشق. إذن هؤلاء الناس لا يريدون الحق ولا يبحثون عنه، إنما يتلاعبون بدين الله كابرا عن كابر. يقول هذا أخرجه الترمذي، يقول لك الألباني لم يصحح. أنا لا أعرف ما هذا، يعني الأمة كانت في غفلة لمدة 1400 سنة إلى أن أتى الشيخ ناصر الدين حتى يتكلم هنا وهناك، مشتغل بالحديث ومشتغل كمان ليس بقوي، ونجعله مقدما على الأئمة العظام الذين نقلوا لنا الدين، هذا أمر مضحك. ولذلك يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيه. رسول الله حذرنا من هؤلاء الذين يتكلمون بألسنتنا وليسوا منا. قلت لأحدهم مرة طب آتيني بسند مسلسل بالسلفية، أنا عندي سند مسلسل بالشافعية، يعني الشافعية موجودة عبر السن كده، طب أنت آتيني بسند مسلسل بالسلفية، أين هو؟ لا وجود له، لأنها بدعة. فأوهى من بيت العنكبوت. فماذا نفعل في هذا البلاء؟ أولا الصبر، لأنه إذا أصابتنا مصيبة فعلينا بالصبر، وثانيا بوضوح الرؤية، لنا ليس لنا إلا الكتاب والسنة، ولكن علماء الأمة وفقهم الله لخدمة هذا الكتاب ولخدمة السنة المشرفة، وفقهم الله فألهمهم الأسانيد، وألهمهم ما هم علم الرجال، وألهمهم التعمق وأصول الفقه، وألهمهم المعقول والمنقول وترتيب الأدلة. لا نترك الإمام النووي التقي النقي حتى نسير وراء هذا النابتة هذا. ولذلك هؤلاء النابتة ذهبوا ففجروا قبر الإمام النووي. ما هذا؟ هذا سخف دينا ودنيا، بتفجروا لي. وكان الإمام النووي وقد زرته مرات ينبت على قبره شجرة، وكأن قلبه الشريف سببا للحياة. فجروا الشجر وفجروا السور فيما لا يزيد عن مترين هكذا. ما هذا السخف؟ هذا انهيار أخلاقي
وعقلي وديني وعلمي وخيانة. اقرأ. قل نعمل ايه في الوهابية؟ اقرأ، دي حاجة سهلة. سمعت أحدهم وهو يقول قرأت مغني المغني لابن قدامة في 40 يوما. يعني إحنا في الأزهر الشريف ندرس منذ 50 سنة ولم ننتهي بعد من المغني لابن قدامة، وهو هذا الطفل الأعجوبة قرأه في 40 يوما وظن نفسه مجتهدا. هذا هو الحال. طبعا لما تأتي بأحدهم وتقول له يا أخي تعالى وفي خلال أسبوع تكون أصوليا والأسبوع الذي بعده بلاغيا والذي بعده نحويا والذي بعده فقيها، ألا ده أنت بقيت أكتر من ابن حجر العسقلاني في 4 أسابيع 5 أسابيع. هذه يسمونها في مطاعم الأمريكان تيكاوي. ألا هو العلم بقى تيكاوي يا أولاد؟ هذا انهيار، انهيار في العقل وانهيار. أو معهم عقولهم يومئذ يا رسول الله؟ قال يومئذ يسلب الله عقول أهل هذا الزمان. هو دي عايزة كلام؟ هو العاقل يتبع هذا الهراء والوهم والخيال ويترك الواقع؟ وأئمة الإسلام الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم ووقتهم في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن في فتنة، ولكن سهلة. تمسك برسول الله، تمسك بعلماء الأمة، ثق بسندك المتصل إلى منتهاه لسيدنا الرسول، وحتى نتصل به فنكون طرفا من هذه السلسلة المباركة. أروي لكم الحديث المسلسل بالأولية، فيه كل شيخ يقول لتلميذه وكان أول حديث أحدثه، وأنا أحدثكم به أول ما أحدثكم عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. وتنقطع الأولية عند سفيان بن عيينة ينمو به إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، وفي رواية تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بسكون الميم على سبيل الشرط، وفي رواية يرحمكم من في السماء على سبيل الدعاء. فهذا حديث مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة، ثم ينمو به إلى منتهاه إلى سيد الخلق أجمعين. قبلتم؟ ما الملك ساكتين ليه؟ لما الشيخ يسند سند قم تقولوا ايه قبلنا، قم يبقى اتصل السند. او هذا يوم جديد في عمرك اتصلت فيه بسيد الخلق، هذا لا وجود له في سائر الروايات وعند البشر والنقولات في الأديان. أن يكون نعرف هذا الكلام عن طريق سلسلة نحفظ أسماءها، هذا لا وجود له، هذا من توفيق الله للمسلمين، هذا يتميز به المسلمون عمن سواه. يسأل آخر
إن كثيرا من المسلمين في إندونيسيا يقدمون التهنئة لإخوانهم المسيحية بمناسبة ميلاد المسيح، معتقدين أن ذلك من سماحة الإسلام. هو من سماحة الإسلام فعلا، ونحن نقدم هنا أيضا التهنئة للمسيحيين بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى، وهو رسول الله، وافق من وافق وأبى من أبى، فهو رسول الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده يوم فيه سلام، ربنا وصفه بأنه يوم السلام. والنبي لما دخل المدينة وجد يهود يصومون، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، وكان العاشر من تشري، وهو من شهور السنة العبرية اليهودية. قال: هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى؟ نعم. قال: نحن أولى بموسى منه. فصام وأمر أصحابه أن يصوموا، فصام المسلمون شكرا لله على نجاة موسى، لأن موسى ده نبينا. هب أن مسلما مؤمنا قد كفر بموسى، يعني آمن بمحمد وآمن بسيدنا عيسى وآمن بكل الناس، ثم كفر بموسى، كفر، ما ينفعناش، لابد أن تؤمن بكل الأنبياء. قال الإمام البجوري وهو يقلب في الصور حول هذا المعنى: لو جاءك أحدهم وقال لك: أتؤمن بفلان النبي؟ قال لك: أي اسم؟ أي اسم؟ حسنين، حسنين النبي تؤمن به؟ هذه ورطة. حسنين هذا لو كان نبيان لوجب الإيمان به، ولو لم يكن نبيان يبقى إذن لا نؤمن به، ده دجال. طب أنت تعرف حسنين؟ والله ما أعرف، أول مرة أسمع عنه. قال: فمن مخرج من ذلك؟ يعني العلماء بيصوروا صور من أجل التدريب، من أجل أن تفهم ديانتك. قال: فقل: آمنت به لو كان نبيا. إذن خرج من الورطة، آمنت به لو كان نبي. طب ولو لم يكن نبيا؟ ما أنا ما أعرفش. إذن أنا مؤمن بكل الأنبياء، سواء من عرفتهم أو من لم أعرفهم، لأن الأنبياء 124,000 نبي، اللي مذكور في القرآن 25 رسول. طب والباقي؟ الباقي صلى خلفه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. في الإسراء لما ذهب إلى الأقصى صلى خلفه الأنبياء 124,000. الساحة التي هي ساحة المسجد الأقصى التي فيها القبة 144,000 متر، الواحد ياخد متر، يبقى 124,000 نبي يملوا الساحة دي، ويتفضل 20,000 مكان، ممكن كمان يزيد لأن المصلي يأخذ متر مربع. طب هذه المساحة 144,000 متر، منها 124 مشغولة، الأنبياء موجودة، يبقى إذن فاضل 20.
لعل الملائكة أكملوها. وألف الشيخ عبد الحي الدهلوي فألف كتاب تدوير الفلك في حدوث الجماعة بالجن والملك، يعني ممكن الملائكة تصلي معنا برضو 20,000. فهذا لم يرد به نصوص، إنما يعني إيه، جائز أن يكون كذلك. إذن فالتهنئة لها أصل شرعي، لأننا نفرح بيوم أسماه الله سبحانه وتعالى بالسلام، ولا بأس من هذه التهنئة على سبيل المودة وعلى سبيل يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية هناك في الدين، لأنهم إخواننا جنبنا جيران. والنبي أوصى على الجار وقال: ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. هؤلاء النابتة يريدون أن يحدثوا فجوة اجتماعية في الاجتماع البشري، نكره جارنا ولا نكرم ضيفنا ونقص على نسائنا ولا نرحم أطفالنا، وهكذا. مثل من دخل على رسول الله فوجده يقبل أحد أحفاده فقال: يا رسول الله، لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منه. قال: وماذا علي؟ أن نزع الله الرحمة من قلوبكم. وهكذا نحن دائما نرجع إلى رسول الله ونرى ما الذي يأمر أو ينهى أو يفعل فنفعل. هؤلاء الناس عندما يفهمون النصوص يفهمونها بطريقة عجيبة لا علاقة بالسياق ولا السباق ولا اللحاق، وكذلك يفهمون الجزئيات لا يفهمون الأمر على كله، وهذا ليس من شأن الأكابر وليس مما فعله الأئمة الكبار مثل الإمام الشافعي. قال: إذا كنا في نهاية الشهر وأموالنا قليلة ويحدث لنا تردد، هل ننفق الأموال صدقة أو أننا نحتفظ بها للبيت وشؤون البيت؟ هم درجات عند ربهم، هذه تحتاج إلى نفسية راقية، وهكذا كان شأن رسول الله، كان يدخر لأهله قوت سنة فلا يبقى عنده إلا شهر أو 3 أسابيع، لأنه كان كالريح المرسلة، وكان أجود الناس، وكان يعطي وقلبه معلق بالله. فإذا كنت قد وصلت إلى هذه الدرجة من درجات التعلق بالله والثقة بالله فافعل، ولكن إذا كنت وأنت تخرج قلبك معلق بهذا المال وقلبك معلق بما سوف يحدث في البيت فلا تخرج، لأن ترتيب الأولويات البيت مقدم على الآخر. إذن فهي متعلقة بالمرتبة التي وصل إليها الإنسان. طيب، في طلب بالإجازة بالمرويات والمؤلفات والأذكار والصلوات، وأنا أجيزكم بكل ذلك من مروياتي في علم الشريعة
وفي علم اللغة وفي علم التاريخ وفي سائر ما تلقيناه عن مشايخنا في الشرق والغرب وفي الأزهر الشريف محضن العلم، أجيزكم بها إجازة عامة، كما أجيزكم بأذكار الطريقة الشاذلية العلية المتصلة سندا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ظهرت أنوارها في الشرق والغرب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأجيزكم بكل ما لي حق الرواية فيه. ولا تنسونا من صالح دعائكم في خلواتكم وجلواتكم، وكلما تذكرتم فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين به. اللهم يا ربنا صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، اللهم علمنا الأدب معك، اللهم اسلك بنا الطريق إليك. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. هدئ بالنا وأصلح حالنا، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم يا ربنا انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، واسترها معنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة فأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، فنحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فهب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة، واجعل هذا المجلس مجلس علم تحفه الملائكة وتتنزل فيه الرحمة وتتغشاه السكينة، وتذكرنا في ملأ عندك يا أرحم الراحمين، واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم أمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين يا رب العالمين.